نظره هو لا هذا لسه لحال هذا ابو ايش بيحب اللي نسكت كيف السلام عليكم. السلام عليكم. كل واحد واحد يا زلمة. يلا باي يا أولاد. عمو يلا باي. تفضلي. نشكر مؤسسة الأمهات على وجبة الإفطار وكل عام وانتم بخير. الله جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم. يلا يلا باي يا عمو. يلا بنتي يلا. نشكر مؤسسة الأمهات وجميع طلع الكاميرا. عملوا باي عملوا باي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مسعود خلاص خلاص خلاص. اعطي الاولاد اعطي الاولاد. نشكر بنتي مؤسسة الامهات على المساعدة الغذائية هذه اللي قدمتها لنا في وضع في وضع اخر ايام من رمضان. بنشكرهم جزيل الشكر الاندونيسيين هذول ونقول بارك الله فيهم وفي حسناتهم. الله يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن فرج كربة على مسلم في الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم الاخره. السلام عليكم. يلا باي باي. حلو نشكر مؤسسة الأمهات على الشعب الإنجليزي على هذه الوجبة بارك الله فيهم وكل عام وهم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا مؤسسة الأمهات. يا
نكسر هذا ضغط على عشان جهتك اللي بره. السلام عليكم. أشكر مؤسسة الأمهات في أندونيسيا لمناسبة العيد والحنو. الله يجزيهم خير. أشكر مؤسسة الأمهات والأندونيسيا على الحل الأندونيسي. كل عام وانتم بخير. نشكر مؤسسة الأمهات اللي قدموا لنا الحلو في رمضان، وبارك الله فيه ورمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر مؤسسة الأمهات والمانحين في أندونيسيا على هذه الهدية وحل العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بجمل البركات. يتجوز يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مؤسسة الأمهات اللي قدمت لأطفال الحلو بمناسبة عيد الفطر السعيد. بقول لكم كل عام وانتم بخير، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.